والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الإبسود اللي فات ربما نكون اتكلمنا بشكل سريع أو بسيط عن اليوزرز وعن الرولز اللي بيقوم بيها ووردبريس بترتيب صلاحيات المستخدمين وإزاي نضيف يوزر. المرة دي إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم عن إيه؟ راح نتكلم عن اليور بروفايل أو يعني البروفايل تبعي يعني. واليور بروفايل دي طبعا بترجع لكل شخص وتاني. طيب انا هحكي في القايمه دي وبعدين ارجع اعصر المفهوم التاني اللي انا عايز احكي فيه ان شاء الله باذن الله في خلال لحظات. اولا بتكون الفيجوال اديتور. النقطه الاولانيه ديسيبل ذا فيجوال اديتور وين رايتنج. يعني ايه؟ طيب خليني اروح كاني هكتب مثلا اد نيو بوست في 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 تاب جديد، كاني انا هكتب بوست جديد. الاديتور اللي قدام منينا ديت يا جماعه اللي هو الصندوق اللي احنا بنستخدمه علشان نكتب فيه الكومنتات. انت شايف الكنترول دولت، هم دول الفيجوال اديتور اللي هو التول اللي بتخليك تعمل بولد وايتاليك وانفاسيس والبوليتد والنمبر والكلام ده. هو ده اللي يقصد بيه ووردبريس از اي از فيجوال. الفيجوال اديتور، الفيجوال اديتور اللي هو انك تعدل بس من غير ما تكتب كود، ها اللي هو وات يو سي وات يو جيت. طب انا عملت ديسيبل تمام ورحت عامل ابديت للبروفايل و عملت ريلود، كان يكتب بوست مره تاني، يعني كان يكتب بوست تاني، هلاقي ان ايه؟ ان الفيجوال اديتور راح وبيجي اني اكتب كود، يعني اكتب الكونتنت بتاعي وابتدي اعمل مثلا سترونج واكتب النص واقفل السترونج وايه وهكذا، ما بيجيش فيه الاثنين بنا، فاهمني؟ لا تقصد انا لو شلتها مره تاني وعملت ابديت وهرجع للكونتنت مره تاني. عارف انها سهله وبسيطه بس ايه من باب ان الناس تاخد بالها منها، اني بيكون عندي الفيجوال والتكست. انا لو عملت ديسيبل للفيجوال هيبقى التكست هو اللي افتراضي بس. رايت اوكي. الجانب الثاني كان خاص بالكالر سكيما، السكيما بتاعت الكالر يعني، وديت مجرد ما تضغط عليها انت هتشوف الكافي. يا جميل جميل الكافي. طيب اوكي. الجانب الجاي كان خاص بالكيبورد شورت كاتس، وده بيديك ابيليتي انك تمنتج على الكيبورد شورت كاتس. حتى وانت بتضيف كومنتات بتلاقي ان انت مثلا عملت كنترول بي مش عارف يحصل ايه لو الكلام دايت يعني. هم حتى ايه في الهيلب بتاع ووردبريس اللي هي دي راح تلاقي حاجات كتير كانت خاصه بازاي انت ترد والكلام الجميل دايت يعني. الشورت كات تطبق على الكيبورد يا شباب. طيب ايه رايت. الجانب اللي جاي كان خاص بالتول بار. التول بار طبعا انا يعني كان في شريط مستفز. طبعا انت لو بصيت لعملت ريفيو كنت بتلاقي كل شويه ان في شريط مستفز موجود فوق. انت لو عملت له ديس ايه اهو شو، لو انت عايز تصيره اعمل شو، اعمل ابديت للبروفايل تبعك واعمل ريفريش اهو. هنا مفيش شريط يا جماعه، الابر الشريط اللي من فوق ده مش موجود الحمد لله. يعني انت كنت ادمنستريتور وعملت هو لسه طبعا بيخزن الداتا في الكونتنت ابديت تمام كده. لو انا اهو هتلاقي الشريط ظهر، لو انت طبعا شلت الصح هتلاقي الشريط مش ظاهر معاك. الجانب بتاع حكينا فيه طبعا اليوزر نيم ما بيتغيرش خلاص طالما اتكتب. الفيرست نيم واللاست نيم والنيك نيم ممكن يتغير، وانت بتبدل ما بين النيك نيمز دولت، الايميل، الويب سايت، اباوت يور سيلف، البايوجرافي، البروفايل الشخصي بتجيبها من جرافاتار. جرافاتار ده كل فكره بمنتهى البساطه ده عباره عن موقع. الموقع ده بيدي لك الابيليتي انك ايه تعمل تنشئ حساب عليه وتعمل صوره الملف الشخصي بتاعك تمام. واول ما تعمل صوره الملف الشخصي بتاعك اي موقع بيدعم انك تاخد من جرافاتار بتلاقي ان انت مش محتاج تعملها ابلود. عارف انت يعني بتوفر بس على الداتابيس بتاع ووردبريس انك ترفع الصوره طالما انت ايه بتربطها بشكل مباشر مع مين؟ مع جرافاتار. فانت وصل جاست اعمل حساب على جرافاتار وارفع الملف الشخصي بتاعك هناك وهتلاقي ان الملف الصوره بتاعتك بقت موجوده هنا. طبعا النيو باسورد لو انت عايز تضيف باسورد، ولو انت عايز تعمل لوج اوت من كل السيشنز اللي فاتوا طبعا امر يرجع لك. طيب اوكي. انا لو رحت مره ثانيه للاول يوزر، ده بالنسبه لليوزر بروفايل تمام. لو انا رحت للاول يوزر وبالمناسبه اليوزر اللي انا عملته اللي هو اللي انا فيه دلوقتي انا ادمن تمام، بيديني الابيليتي اني اعمل كنترول في كل اليوزرز الثانيه ادمنستريتور بقى كده. حتى بما فيهم اليوزر الثاني يعني انا ادمن، انا عملت علي ده مثلا ادمنستريتور زي، ممكن ادخل على البروفايل بتاعي هو اعمل ايديت واهبل الدنيا والكلام اللي بالك فيه واعمل له جنريت نيو باسورد وكده يعني كنترول لحاجات كتير. وممكن انزل الرول بتاعت علي علشان يكون اي حاجه ثانيه غير ادمنستريتور، ممكن يكون اديتور واوثر وسبسكرايبر وكونتريبيوتر او كده فاهمني. ديت مساله انك بتحاول تدي للمستخدمين الصلاحيات او تاخد منهم صلاحيات.
ده بالنسبه للحلقه الايبسود بتاع اليوسر. يا رب يكون المعنى واضح عند الناس دايركتلي رايحين للتول. ما تنسونا من صالح الدعاء الكورس على مشارف النهايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.